في غزة أدى السكان صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أنقاض المساجد والمباني التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. في الصيف الماضي احتفل سكان القطاع بعيد الأضحى بإقامة ولائم عائلية كبيرة وتوزيع اللحوم على الفقراء وملابس جديدة وهدايا للأطفال، ولكن هذا العام وبعد 8 أشهر من الحرب ستضطر الأسر اللجوء إلى الأطعمة المعلبة في الخيام الخانقة. هذا العيد هو عيد يمر على شعبنا الفلسطيني في ظروف قاسية جدا لا أضاحي. الوضع في قطاع غزة وضع اقتصادي وعلى جميع النواحي وضع صعب. اليوم بعد أكثر الشهر التاسع أكثر من 37,000 شهيد وأكثر من 87,000 جريح ومئات آلاف المنازل دمرت. يعيش شعبنا في ظروف صعبة. أنا العيد عيد الأضحى في طبعا ظروف صعبة، ظروف اقتصادية صعبة، في حرب على شعبنا، في طبعا التغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هذا الشعب الأعزل الذي يتم تدميره في صباح كل صباح ومساء، ويأتي هذا العيد ونحن بعيدين عن بيوتنا، بعيدين عن أبنائنا. حالة نفسية سيئة لجميع الناس، ما فيش واحد بخير، ما فيش واحد إلا فقد عزيز، فقد قريب، فقد غالي عليه. يعني لو رحت على أي بيت حتلاقي فيه بيت حزن، فيش فرحة، فيش سعادة.